إذا من يشرح لنا هاتين الآيتين كيف يستدل بهما على قياس الأولى، وأن كل صفة كمال ثبت لله من كل الوجوه ولا يحتوي أن ينقص الله أولى بها؟ من يذكر لنا ذلك؟ أصابع جديدة، تفضل. ذكر الله سبحانه وتعالى وضرب اذكر لنا الآيتين ثم اشرح لنا بلغتك الخاصة كيف نستدل بذلك على ذلك. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو يرزق منه سرا وجهرا هل يستغنون؟ الحمد لله من اكثرهم لا يعلمون. نعم، اشرح لنا الايه الاولى كيف يستدل بها. ان الله عز وجل ضرب لهذا المثل بين عبدين، عبد لا يقدر على شيء وهو مملوك، وعبد اتاه الله ووسع عليه من اصناف المال فهو يرزق سرا وجهرا، فهؤلاء لا يستوون عند الناس، فكيف بمن يقول ان بمن يسوي بين الصنم وبين الله عز وجل وهو الذي من باب اولى الذي يستطيع ان يمسك على كل عباده؟ نعم، بل يداه مبسوطتان، فاذا فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوه المتين والله صاحب القدره، فهذا من باب اولى. ماذا الاولى هنا؟ بالعباده له جل في علاه. نعم. وضرب الله مثلا احدهما، مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وهنا في هذه الآية ضرب الله عز وجل مثلا بين عبدين، إذا مقارنة بين عبدين، ما بهما؟ أحدهما أبكم لا يستطيع الكلام والآخر ماذا؟ لا يستطيع الكلام فقط؟ لا يستطيع الكلام ولا يستطيع أن يفعل شيئا. إذا هو جمع بين أمرين، بين البكم وبين أنه لا يستطيع أن يعقل أو أن يستفاد منه شيئا، فإذا ليس فقط لا يتكلم بل عنده عجز آخر. نعم. والرجل الآخر الذي ضرب الله عز وجل المثل به هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم، فهو يتكلم ويأمر بالعدل وهو أفضل الكلام، فكيف تعبدون هذا الصنم الذي لا يستطيع الكلام ومن باب أولى؟ أن الله عز وجل هو الذي بين لكم الحق من الباطل، فكيف تعبدون هذا الصنم وتتركون الله عز وجل؟ نعم، فإذا من باب أولى ألا تعبدوا إلا من اتصف بصفات الكمال، وهو أن الله عز وجل يتكلم، والله عز وجل يعطيكم وينفق عليكم ويرزقكم، فبالتالي في كلامه هداية ورشاد، فمن باب أولى أن يتصف الله بهذه الصفات، ومن باب أولى ألا تعبدوا إلا من اتصف بصفات الكمال. نذكر مثالا آخر ونريد أصابع جديدة، أصابع جديدة. قال الله تعالى في سورة الروم آية 28: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون؟ كيف يستدل بهذه الآية على قياس الأولى؟ انظر إلى هذه الآية ونسمع منكم، تفضل. ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بالسيد الذي عنده عبد، هذا ومراد الله سبحانه وتعالى من قال
هل يقبل هذا السيد أن يكون هذا العبد شريك له في ماله؟ لأن هذا لا لا يقبل الإنسان لا يقبل منه أن يشارك في ماله. كيف نحن نشارك هذا الصنم في ملك الله سبحانه وتعالى؟ والله حق مولى بعباده. والله قد خلق وملك احسن. فإذا هذا هو كما أنكم لا ترضون لهذا العبد الذي أنتم تملكونه أن يكون لكم شريكا في ملككم وبيوتكم وأموالكم، فكما لا ترضون فكيف ترضون بهذا الصنم الذي هو مخلوق وهو ملك لله أن يكون شريكا لله في العبادة؟ فإذا كما لا ترضون فمن باب أولى أن لا ترضون بعبادة لغير الله جل في علا. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 80، قال يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما في ذلك من النقص والظلم، فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال والغنى منكم؟ من يعيد ويذكر الآية ويذكر كيف يستدل بالآية على قياس الأولى؟ أصبح الكلام واضحا، نريد إعادة. الأمر سهل، الإخوة الذين لا يرفعون أصابعهم ما بهم لا يشاركون معنا هناك، نجرب الأرض هناك. تفضل. وهو قد خلقها وملكها. أحسنت، إذن جواب جميل. نعم، خامسا، آية الخامسة، نريد أصابع جديدة إخواني، نريد أصابع جديدة. خامسا، قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. آية 17 الزخرف. كيف نستدل بهذه الآية على قياس الأولى؟ سهلة، هذه سهلة. تفضل أستاذ. أنكم لا تقومون بخدمة أولاد الناس فتعدونهم من النقص، فكيف تدعون أن لله ولدا وأنه خلق الملائكة إليكم؟ نعم، انظر ماذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 80 و400. قال: يعني إن أحدكم لا يرضى أن يكون له بنت فكيف تجعلون لله ما لا ترضونه لأنفسكم؟ يا من تقرون بالله وبأن له صفات الكمال، فكيف تزعمون أن الملائكة هي بنات الله؟ فكما أنتم لا ترضون لأنفسكم تعتبرونها صفة نقص،
فكيف تنسبونها إلى الله؟ فمن باب أولى أن تنفوها عن الله. وكل نقص ثبت للمخلوق أو تنزه عنه المخلوق فالله أولى به، أولى بالتنزه عن أفضل. نعم، فإذا هنا ينبغي التنبه إلى هذه الآية. من يعيد؟ سهلة الإخوة، من يعيد الجواب؟ تفضل. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن ظل وجهه مسودا وهو كريم. يذكر الله تعالى على المشركين الذين إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا ولكنه يسبون إلى الله أن له البلد، فهم ينسبون صفة النقص لله. فلو أنهم أثبتوا لله صفة الكمال لا نفوا عن الله أن تكون له البنات، أنها صفة نقص المخلوق، فالله أولى بالتنزيه عنها. إذا كما لا ترضونه لأنفسكم فمن باب أولى ألا تنسب إلى الله، فكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه، هي القاعدة التي بين أيدينا. ثالثا، قال الله تعالى، وهذه مرت معنا الآية: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فقدوه وكانوا ظالمين. الأعراف آية 48 و100. من يستطيع هذه السهلة؟ مرت معنا سابقا، تفضل يا أبو عبد الرحمن. الله عز وجل فضل الكفار الذين اتخذوا من العزل إله وعبدوه من دون الله، فيقول لهم الله عز وجل: ألا ترون أن هذا الإله لا يتكلم ولا يأتيك سبيلا؟ والله عز وجل هو المتكلم وهو الماجي لهذا الإله الذي تعبدونه. فمن باب أولى هذه صفة نقص الإله الذي تعبدونه، فمن باب أولى أن نسلم عن الله عز وجل وتعبدوا وتصلوا عبادة لله وحده. نعم، بمعنى أن هذا المعبود من قبلكم لا يصلح أن يكون إلها. لما؟ لأنه يتصف بصفات النقص والله لا يتصف بصفات النقص، فدل على أن عدم الكلام صفة نقص، والذي يعاكس صفة النقص صفة الكمال وهو الكلام، فدل على أن الله عز وجل يتصف بصفة الكمال وهو الكلام. والتقت هذه الآية مع الآيات الكثيرة التي ذكرناها في مبحث صفة الكلام عندما أخذناها في هذا المقام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء السادس صفحة 82، قال: فدل ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص، وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي. والرب أحق بالكمال. نذكر آية أخرى أيضا مرت معنا سابقا أكثر من مرة، وهي ما أخبر الله عز وجل عن إبراهيم وهو يقول لأبيه: انظر، قال الله تعالى في سورة مريم آية 42: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ما لا قلنا هذه الآية تدل مرت معنا أكثر من مرة وهي سهلة. نعم، كيف نستفيد منها؟
في قياس الأولى وفيما يتعلق بدرسنا. تفضل. إبراهيم عليه السلام ينكر على أبيه أنه يعبد الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع وتضر غيره، فكيف تعبد هذه الأصنام والله أولى بهذه الصفات؟ إذن أولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستدل على أن هذا المعبود لا يستحق أنه قد اتصف بصفات النقص. ثانيا ذكر صفات النقص وهي أنه لا يسمع ولا يبصر. ثالثا دل ذلك على أن المعبود الحق يتصف بصفات الكمال ولا يتصف بصفات النقص. أربعة دل على أن صفتي السمع والبصر من صفات الكمال وأن المعبود الحق يتصف بهما. مرت معنا هذه الآية أكثر من مرة فلا تحتاج منا إلى تفصيل. إذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء السادس صفحة 82 قال: فدل على أن السميع البصير الغني أكمل، وأن المعبود من المعبود هو الله، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك المتصف بصفات السمع والبصر والغنى، فهو السميع البصير الغني جل في علاه وعظم في أهل السماء. سابعا قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ انظر ماذا يقول ابن القيم رحمه الله، ونريد منكم الشرح لأن الكلام أصبح والحمد لله واضح. قال: فهذا مثل ضربه من ضربه؟ الله. فهذا مثل ضربه يتضمن قياس الأولى، يعني إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون فيه وهم متنازعون، ومملوك آخر له مالك واحد، إذن الأول له ملاك، وبالرغم أنهم ملاك ماذا هم؟ متنازعون، بينما الآخر له مالك واحد. قال: فهل يكون هذا وهذا سواء؟ فإذا كان هذا ليس عندكم كمن له رب واحد ومالك واحد، فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم آلهة متعددة تجعلونها شركاء لله، تحبونها كما تحبونه وتخافونها كما تخافونه وترجونها كما ترجونه؟ إذن نقول لنا كيف بهذه الآية يستدل على قياس الأولى. أصابع جديدة. تفضل. قال الله، قال الله تعالى: قال الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل أن يستويان مثلا. قال ابن القيم، اذكر بلغتك لا نحتاج إلى القراءة، عبر. قال الله مثلا قال تعالى: العبد المملوك لعدة ملاك، أن الإنسان لا يقبل هذا. لا، أنه أنا صفت نقص
ضرب الله عز وجل مثلا عبدا له عدة ملاك، ما بهم هؤلاء الملاك؟ متشاكسون ومتنازعون. وقارن مع عبد آخر ما به؟ له مالك واحد. له مالك واحد. نعم، أنهم هذان الطرفان لا يستويان. فمن باب أولى من باب أولى أن لا ترضون لأنفسكم أن يكون لكم أكثر من إله. فأنتم ترون أن هذا المملوك أو هذا العبد الذي له أكثر من مالك فيه نقص، بينما ذاك الذي عنده مالك واحد أكمل من هذا العبد الذي عنده أكثر من مالك وهم متشاكسون. فمن باب أولى أن لا تقبلوا لأنفسكم أن يكون عندكم أكثر من إله، وإنما ترضون وتقبلون أن يكون لكم فقط إله واحد. فهذا قياس أولى. من يعيد بعد هذا البيان المفصل من اللقاء طابع جديد؟ تفضل، حاول، تفضل. ضرب الله عز وجل عبد المملوك له عزة بسم الله، نعم، ويستكبر فيما بينه، نعم، وقارنه برأسه عبد آخر له مالك واحد. وهنالك تبين أن هذه الصفة تطلق كل العبد إلا بسم الله. نعم، أن هذا العبد الذي له مالك واحد أكمل من هذا العبد الذي له عدة ملاك متشاكسون. فمن باب أولى ألا ترضون لأنفسكم أكثر من إله واحد. فمن باب أولى ألا ترضون لأنفسكم النقص، والذي يتمثل أن تجعلوا أكثر من معبود مع الله جل في علاه، وأن تروا أنكم تعبدون فقط الله عز لكم ومكان ورفعة. فإذا هذا أيضا في باب الأولى. المثال الأخير وبه نختم، وهو مثال سهل. قال الله تعالى في سورة المائدة آية 75: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذه آية سهلة، من يبين لنا كيف هذه الآية يستدل بها على قياس الأولى؟ ما في أصابع جديدة في مجال؟ واحد يحاول، لن نقطع رأسه، فليحاول، فإن أخطأ حاج فلا تفتي أنت تتعلم، حاول. تفضل يا محمد. بين الله تعالى في هذه الآية أن من يأكل من الأرض فهو يحتاج إلى قد فضله. فمن باب أولى أن الله تعالى أنه لا يأكل ولا يشرب ومنع عنه هذه صفات النقص، فالله تعالى أولى بالعبادة من الذي يأكل ولا يشرب. مقبول يا محمد. هنا إخواني في الله، الآية جاءت في سياق ماذا؟ في سياق نعم إبطال الألوهية لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فكان إبطال الألوهية ببيان ماذا؟ كما قال أخونا أبو محمد، أنهما يأكلان الطعام. وهذا الذي يأكل، لو قارنا بشر مع بشر، من أكمل من البشر الذي يأكل ولا الذي لا يأكل؟ من أكمل عند البشر؟ الذي يأكل أكمل من الذي لا يأكل، لكن هذا أكمل في حق البشر
لكن هذا الكمال في حق البشر هل يحتوي على نقص؟ الجواب نعم، كما قال أخونا أبو محمد أن هذا الذي يأكل يحتاج إلى إخراج الفضلات، فبالتالي أصبح النقص، فهذا ليس بكمال مطلق وإنما يحتوي على نقص من جهة. فبين الله عز وجل بطلان ألوهية عيسى بن مريم بأنهما يأكلان الطعام فبالتالي يخرجان الفضلات، فمن باب أولى أن الإله الحق لا يأكل ولا يشرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أذن نسمع الأذان إخواني في الله ثم نقرأ كلام شيخ الإسلام بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا نرجع الآن إلى الآية التي ذكرناها قبل الأذان، وهي قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. نكتفي بهذا إخواني في الله على أن نعيش مع درسنا القادم مع ملاحظات متعلقة بهذه القاعدة، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.